شرف لي انه يعيطوا لي الكوميتي ديال اغيكولتور ونكون من المكرمين ميداي دارجون كوميتون ان اكتور كممثل. هادشي مزيان ليا بزاف, غادي يزيد يحفزني في لا كارير وغادي يزيد يخليني نزيد نبدع في مجال التمثيل, وان شاء الله ما تكونش هذه هي الاولى, ومازال بزاف مازال بزاف الحوايج زوينين اللي جايين لقدام ان شاء الله. التجربه ديال قطر دازت زوينه بزاف, مشينا عشنا الاكسبيريونس مع المنتخب والحمد لله ديجا المنتخب حمر لينا وجهنا كاملين, وتا تماك في لونطوغاج داز زوين بزاف, وزعما كانت اكسبيريونس انوبليابل اللي نقدر انه من القدام ان شاء الله نعاود للولاد ولادي انه حضرت الكوب دي موند اللي وصل ليه المغرب للدومي فينال. على الاقل كنعرفو تقريبا واحد 5 سنين حيت هو كيسكن حدايا تقريبا, وكنهضروا بزاف المرات في انستغرام, كنتلاقاو كنخرجوا. عز الدين اوناحي واحد الانسان اللي متابر, واحد الانسان اللي مجتهد ودار لامبوسيبل باش يوصل, ومازال غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله. على ود ما مشاوش للشام, ما بالنسبه ليا المغرب بالنسبه ليا بانه ديجا حنا دينا شام دو فوا, اللي ما بغاناش راه اللي ما بغاناش نمشيو ليه نيشان راه ما عندنا ما نديرو ليه, راه حنا اللي غاديين, راه هما خاصهم يقبلوا الشروط ديالنا, وحنا راه كنا ما قلنا والو, بغينا غير نمشيو نيشان بطياره مغربيه اللي من حقنا انه نيشان نمشيو للجزائر. هما رفضوا وما يمكنش عاوتاني حنا الجزائر حدانا ونبقاو نمشيو من بلاصه اخرى اولا نهزوهم نمشيو بطياره مغربيه ماشي مغربيه. اللهم زعما كان قرار صائب جدا انهم ما مشيوش يشاركوا حيت ما رضاوش بينا, وحنا زعما اكبر من هادشي. القفص الذهبي مازال ما قريب حيت الزواج كيخلي الانسان ستابل, والزواج مهم في الحياه, خاصها تكون عبنت الناس وصافي. زعما لا ما عنديش مشكل, ما عنديش مشكل في الوزن, خاص تكون متقي الله, خاصها تكون زعما بنت ظريفه فهمتي, ما عنديش مشكل في الشكل كي دايره ولا هذه, لا ما عنديش مشكل. كاين في رمضان هذه المره غادي تكون وحيكون واحد العمل مسرحي, هادشي علاش ما بغيتش نخدم في التلفزيون بزاف انا في رمضان, حيت عندي لا بريباراسيون دابا كنوجدوا واحد العمل مسرحي, هذه تقريبا اول مره غادي نقولها مفاجاه, و غنكون انا وجوج الاشخاص اللي قدام في الدومين ومعروفين في الدومين, وهما فريمون راس السوق, وان شاء الله تكون واحد الجوله في رمضان ان شاء الله. اللي كنتمنى زعما كنتمنى نلعب شي فيلم يكون فيه كابو ديال الالترا ماكراج.